أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغرة 15 عضوا اجتماعها أول أمس في مدينة الرياض، إضافة لتحذيرات عديدة قامت بها الهيئة السياسية من خلال مكتب الاستشارات ومكتب الدراسات والوثائق لتحضير الجولة القادمة. الذي جرى للعمل هو نتاج السنة السابقة من عمل اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض. لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في هذه الجولة من اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي ستتقدم به اللجنة الدستورية أي الهيئة المصغرة في الجولة القادمة. فيما يخص المبادئ العامة والدولة والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية الإدارية ومجموعة عمل الحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كل هذه ستكون هذه الأوراق جاهزة ومحضرة وقد أقرت في هيئة التفاوض في اجتماع الأخير في الرياض. الأمر الأهم الذي كان في الجولة الأولى هو تثبيت المرجعيات التي قامت على أساسها الجولة الأولى والتي جاءت في الرسالة المرسلة من رئيس مجلس الأمن من السيد بيدرسون إلى هيئة التفاوض السورية، وهي المبادئ 12 السورية الحية الحية التي كانت نتاج جولة جنيف 8، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية من 1920 إلى يومنا هذا. فكان هذا هو الأساس الذي ثبت في هذه الجولة. طبعا كان هناك أساس ثالث حاول وفد النظام تثبيته، وهو تفريغ الأفكار الدستورية التي طرحت في الجلستين الافتتاحيتين، وهو ما تم العمل عليه وتم تفريغها وتقسيمها إلى 3 أجزاء: القانونية والدستورية والسياسية، وفرزت إلى الأفكار الدستورية التي ستكون أيضا إلى جانب المرجعيات السابقة. سنطلب الدخول فورا في المضامين الدستورية وبدأ مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر وفوري، يعني نكون انتهينا من العرض السابق تفريغ الأفكار الدستورية، والآن لدينا أوراق جاهزة عرض بعضها في الجولة الماضية أثناء المفاوضات، وسنكمل عرض هذه الأوراق في الجولة التالية. إذن الجولة التالية سيكون دخول في المواد الدستورية والبنود الدستورية بشكل مباشر. النظام اتبع عدة أساليب للمماضلة في الجولة الأولى، كان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي كان وافق عليها النظام في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية. الأمر الثاني أيضا أراد مناقشة مدونة السلوك، وهو ما تم الانتهاء منه في الجولة الماضية. ثم أراد مناقشة القضايا الإجرائية من ناحية أيام انعقاد الاجتماعات ومدتها وعدد ساعات العمل. أراد دخول في هذه التفاصيل، وهي تجاوزناها كلها يعني التعاون مع الأمم المتحدة ومع جزء الأقرب إلى الثورة في المجتمع المدني. هذه القضايا الإجرائية انتهينا منها فيما سبق، والنظام محاصر الآن، يعني لا يستطيع أن يعود فيطرح بعض القواعد الإجرائية وساعات العمل وغيرها وغيرها. وعلى هذا الأساس يعني حددنا كان 4 الشهر الحالي متابعة الجولة الأولى، ويوم 25 ستكون الجولة الثانية، ويوم 16 الشهر القادم ستكون الجولة الثالثة. يعني احنا الآن قطعنا شوط واسع في القواعد الإجرائية ومحددات العمل وتنظيمه. يبقى الآن النظام يحاول العرقلة في قضية التفاصيل، يعني نناقش أفكار دستورية، نناقش المبادئ الدستورية، نناقش كذا، وهو ما جهزنا له العدة بشكل جيد نحن في الجولة القادمة.